اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه رقم 27 من الوك ثرو لبلاد بون. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي. بدنا نقتل لورانس ذا فيرز بيكر. اللي عملته في الحلقه الماضيه استخدمت شويه كولد بلاد وقعت الفيتاليتي ليفل 40. احنا اخذنا الهولي مون لايت سورد واشتريت بلاد روك ب 60 انسايت. الويبون بصراحه كثير كويس للكواليتي بيلد، لو تحمل تو هاند بضوي، بس يضوي بصير في عليه كمان اركين دمج. للناس اللي مشبهه على السيف هو نفس الموف سيت تبعت الكليمور، فمكسته راح استخدمه ات سم بوينت اشوف الدمج. بالنسبه للبوس، البوس احسن رونز انا برايي ممكن نستخدمها، اول شيء نستخدم كوميونيون اللي هو بيزيد ال HP تاعنا. تاني واحد بدنا نستخدم الانتي كلوك وايز 15 بستامينا. ثالث واحد بدنا نستخدم الجايدنس، الجايدنس اللي هو اخذناه لما قتلنا لودويج، اذا لقيته راح استخدمه ابشر. كان ليك بي بي سي مون اي جايدنس. الجايدنس شو بيعمل؟ بوست رالي بوتنشال باي 20%. هلا هذا الزلمه فاير وبضرب، وات سام بوينت فيز 2 بتحول بصير يضرب ماجما، فالرالي بوتنشال كثير راح يساعدك. وبالنسبه للكوفيننت او الاوث ميموري امبيورتي اوكي بلس بيعمل دمج فاير، فالبس للتشارد ارمر ست كونه هي اعلى فاير ريزيستنس. تمام، وهيك المفروض نكون جاهزين. بالنسبة للبفات يا بتستخدم الاركين يا بتستخدم الفاير بوت. هلا انا مبدئيا بشرح البوس. البوس فيري بيفي بوس، هيلث كثير عالي كثير عالي، واحد من اصعب البوسز الموجودة في الجيم. زي ما حكيتوا بيستخدم فاير دامج، فهو ان واي اميون للدمج. ويك مش كثير ويك، ولكن بيأثر عليه اكثر الاركين او البولد. ممكن تعمل سامون لفالتور، ممكن تعمل سامون لكمان واحد ناسي من هو. فيز 1 كثير قريب من بيكارا ميلا. تمام، فهو زي ما حكيت عنده فاير اتاكس، في عنده سويب، عنده سماش، عنده تشارج، ضربات العاديه، في عنده جراب اتاك، ممكن يعمل سماش واكسبلوجن يعني يخبط الارض ويعمل انفجار. مينلي هدول ضربات فيز 1. ضربات فيز 2 زي اللي بتقطع وجريه بصير يزحف، فبصير يطلع من تمه ماجما مثلا، بصير لو بدك توقف وراه برضه في ماجما. و ايش كمان؟ لما تكون واقف بعيد عنه راح يصير يرمي عليك ماجما من بعيد، راح يعمل اسلام لايديه على الارض. يعني سمبل. هلا ديورنج الفايت اشرح لكم اياه اكثر فاكثر. ثاني من هون طلع الدرجات، فتحنا هاي الشورت كات. اوه انا ماشي طلب اوكي مش مشكلة. هاي دائما حلو تستخدمها. هذا الزلمة دائما اخ دائما راح يعطيك 6 فايلز. كونك لابس الامبيوريتي رون فهذا زلمه فالتور. اوكي اب تو يو بف اركين او بورد، الموضوع برجع لك. وكونه بيست فهو اكيد ويك للسوريشن،
بس مش ويك للفاير لانه دمج تبعه فاير دمج. يلا نجرب اتمت نمبر 1. يلا نبدأ. حاول تخلي قلبك فول دايما. الجراب اتاك هيك بلش فيز 2. بس بيطلع الماجما من تمه زي هيك بس روح على جنبه. إذا كنت بعيد عنه ولا أقرأ معك راح يصير يرمي ماجما. ريك فيجار سوري لورنس ذا فيرست فيجار مات. الفايت صعب بس مستر فولتر كثير بيساعدنا، بيعطيك بيست امبريس، بيعطيك بيرمن لانه كان معك. بس بحكي لكم هذا الزلمه صراحه كثير بيساعدنا، كثير بيساعدنا. اوكي جود لك مع البوس. ما غلبني كثير بسبب السمن وليفلي عالي والويبون ماكس، ف ممكن يغلبك ممكن لا، اب تو يو او ديبينز يعني انت وشانسك. خلينا نحكي مش اب تو يو. اوكي خلصناه احنا هلا هيك ما بنقدر ليفل. بس كم بولت معي مثلا؟ راح احتاج كم من بولت. باد بايلز معي كثير. اوكي كونه قتلنا بدنا نروح هلا على ريسيرش هول. فعليا هاي المنطقة اللي قبل الأخيرة اللي بالجيم.
اوكي. احنا جينا اول مره الماضيه كان في سكيتر هون، في سكيتر على الدرج يبالنا، وهون تحت كان في بلو الكسير اوريدي اخذناهم. هاي شورت كات راح نفتحها بعدين. اول شيء تعمله بدك تطلع الدرج. الاعداء هون عباره عن مجانين وعملوا عليهم تجارب وراسهم تحول قلب عباره عن الاشي هذا. فاول شيء بتعمله اقتل هذول الثلاث، في هذول الاثنين كمان اقتلهم، احنا طريقنا مش منهم بس اقتلهم. اوكي والله بدي اجرب هذا اشوف شو بيعمل دمج عليهم. هون المكان بضيع فبدي امشي ستيب باي ستيب مع النوت. اوكي اول شيء بدنا نعمله ليفت باث، طلعنا احنا من هناك، طلعنا من هون، اطلع على الشمال راح يكون في واحد والارض فيها تو ترابس. اوكي هلا هون على الارض شايفين البلاطه هاي، هاي عباره عن تراب انتبه منها. اكلته انا اني ما اكلته ما اكلته. اوكي وهذا كمان تراب هون انتبهوا منه، تعالوا اقتل هذا. هذا انتحر، برافو. احنا هيك تخربط الطريق تاعنا تخربط. انا مش موافق، انا لازم اكون هناك وهلا صعب ارجع هناك. طيب راح استخدم راح اعمل ري اويكن لسبب، بدي امشي روت معين، هذا الروت المعين راح امشي واغطي فيه كل شيء. هيك تخربطت الامور معي، فحاول لا توقع، واذا وقعت وكنت حاضر الفيديو انتبه كيف مشينا. بس يعني anyway احنا ما بعدناش كثير. تولاد تولاد زي ما حكينا طريقنا على الشمال. لا لا ماي باد ماي باد، يعني اخر ثلاثة بوسز قتلتهم ما قتلوني وانتحرت انا بالاخير. يلا معلش معلش معلش، المنطقة مش صعبة على فكرة، المنطقة مش صعبة بس ما بعرف شو صار انتحرت. anyway بسيطة، حصل خير حصل خير. اوكي انا نطلع هون. ممكن اعرف وين لوكوس تعوني. هم ما كانوش تحت، طب وين هم؟ هم تحت وانا مش شايف. حدا شاف البلاد ايكوز تعوني؟ مش هون، غريب مش شايفهم، ممكن يكونوا مع واحد من الانيميز. anyway مش مشكلة، اطلع لفوق. مش اني انا كثير بحاجتهم يعني، اصلا ما بلبلونيش زي ما حكينا. بتيجي هون هذا تراب، تاخذ هناك الماد مانز نوليدج، هذا كمان تراب. والشخص اللي خربت اللي خرب لنا الروت تاعنا. اوكي تقتله. نفسي اعرف وين الايكوز تاعوني. امشي لهون، في عندك كمان انمي بإمكانك تحكي معاها. ليدي ماريا سيف مي.
بس اقتلها. كيف حط اللانتر تراب، اخذنا النولج، بعدين هذا، بعدين بدنا نروح على الباب اللي كان بالنص. الباب اللي كان بالنص تحو هنا في ثلاثة على ويل تشيرز، اقتلهم. اوكي خد البلت، وهذول بتفرغ منهم الكويك سيلفر براحتك. هاي شورت كات افتحها بعدين، تعال هون شغل هاي شورت كات. اركب المصعد، هذا ام بي سي له كويست لاين حاليا، ما فيش معنا شي نيدز برين فلويد حاليا ما معنا. افتح هذا الباب، هيك بنكون رجعنا ل البونفاير تاعتنا. هاي الشورت كت. اوكي anyway بنرجع لفوق. هلا من هون اطلع برا. استنى شوي، توهت في النوت. ننزل على بلكونيا اب تتم. اوكي دروب من هون، هاد فعليا المكان اللي احنا وقعنا عليه قبل شوي وعدت. هنا في فيران راح تنزل من فوق. فعليا هي هاي ديد اند، ما فيها اي شيء. بعدين تيجي من هون تنزل تحت. اول شي بتعمله تعال هون. هون في عندك كمان واحد باسيف، احكي معه. لب لوب لب لوب تلو. بدك تخليه عايش خليه عايش، الموضوع برجع لك. اوكي داون ستيرز، بعدين كيف هذا الباب خليه مسكر فور ناو. تعال اقتل هذا الشخص. تاخذ من هون كولد بلود، بعدين تعال افتح الباب اللي بالنص. دور اوكي، خذ بلود فايل. في كمان واحد هون، مالك تنطنش. كمية المرض اللي في المنطقة هاي اوفر. بلاد فايل ديكوريتيف اولد هانتر اواعي ارمور ست. بعدين اطلع هدول الدرجات واطلع السلم من هون. هيك بنكون رجعنا على الشورت كاتروم محل ما كنا. فارجع اطلع من هون، روح على الشمال، نزل الدرج. لو انتم متذكرين الدرج احنا طلعنا ورحنا شمال، هلا بدنا نروح على الجهه الثانيه من الدرج. برضو انا لسه مش لاقي الايكوز تاعوني. اطلع على الجهه الثانيه من الدرج. فور ناو لا تفوت هون، لا تفكر تفوت هون اصلا.
اوكي هون في تو انيميز. اوكي هون تاخذ بلود فايل بعدين افتح هذا الباب. هلا الغرفة عتمة. ابشر اي بليف اللي هون كلهم باسف كلهم مجانين ما حد يدق فيك. اوكي هي ما فيها لوت الغرفة بس فيها مجموعة من المجانين. هذول من وين اجيتوا انتوا؟ تعالوا اقتلوه مش غلط. اوكي هذا خليه بعيد. تيجي هون في عندك سلم. هلا هون عندك واحد يعني اكثر من مجنون. بعرف شو في كلمة اكثر من مجنون. كثير مؤذي كثير سريع. احسن اشي تعمله فاري فقط. شايفين اوفر اوفر هذا الشخص. أأمن إشي الفاري فقط لا غير. بس موت تاخذ بلاد فايل كمان بلاد فايل. طلع هون تحت في عندك اثنين في هون في ثلاثة. هلا اب تو يو كيف بدك تقتلهم. ترمي عليهم مولوتوف ترمي عليهم قنابل تعمل اللي بدك اياه. يور كول. بليف هذا الباب ما بيفتح هلا ولا بيفتح؟ بيفتح. اوكي بس ما تطلع منهم بديش ابعد عن النوتس نهائيا. بدنا نمشي طابق طابق. اوكي هلا هون ممكن تعمل كمان بلانج اتاك. يور كول. اوكي بين هذول التنتين. اوكي هلا بتيجي هون قتل هذا بعدين قتل هذول. كثير مهم تقتل اللي فوق لانه زي ما شفت برموا عليك شغلات ولك بس. اوفر المرض. تيجي هون تاخذ سيداتيفز. ثلاث ضل حدا اخلصوا مشان الله اخلصوا. كيف فهي الفكره انت لو فتت من الباب هذول الاربعه اللي هون راح يصيروا يرموا عليك الاشياء اللي برموها وحتموت ديفنتلي حتموت لو كنت ايش راح تموت. فلو تيجي هون فعليا هذا هو الدرج اللي طلعنا منه وشفنا البوابة. بعدين شفتوا كم واحد فيه بالغرفة والتنين اللي قتلناهم وهاد هذول فعليا بالغرفة بس باترولين. ففي جوا تقريبا 15 واحد منهم. anyway طيب وين وصلت انا في النوتس؟ كثير قد ما مكتوب في الصفحة أنا مش مجمع وين وصلت. أوكي فتحنا الباب طلعنا السلم قتلنا المجنون أخذنا البايل قتلنا المليون واحد اللي هون أخذنا السيتاتيفز. هلأ بعدين بدنا نرجع على شو الباب اللي فتحته قبل شوي فأرجع فوت هون جوا. فعليا هلأ هذا الطابق خلصناه خلصناه على الجهتين مش على جهة واحدة أو يمكن على جهة واحدة مش متذكر. طلع السلم هون عند الزلمة كان في باب فتحناه وقلت لكم هذا نرجع له بس نخلص الإشي. تعال هون باب اوريدي فتحناه. بدنا نروح اليمين في لوت.
جيم. اوكي تعال على اليمين، خد هذا اللوت. انتي دوت نقتل هذا. ثلاثة بعد، بيرفكت. يا بدك تفوت على الغرفة هاي، الانميز اللي هون مش خلاص ابتعد عني. ثانك يو ثانك يو، كثير محترم انت. في امبوش زي ما انتو شفتوا. هذول كويك سيلفر بولتس، هاي دروب. هلا هون بس تطلع على اليمين في امبوش، على الشمال في امبوش. الامبوش من هون شلون معناه؟ تاخد ديرتي دام جنب هاي غرفة الزلمة المجنون. الامبوش يمكن على غرفة تانية مش هون. اخذنا الجيم. بعدين اطلع الدرج. انزل الدرج. بعدين افتح هذا الباب. وهيك نكون رجعنا على غرفة الشورت كات واللانتر. اوكي. من هون بترجع بتروح على اللانتر تاعنا. لحد هون انا راح اخلص الحلقه ان شاء الله. الحلقه الجايه راح نكمل هذا المكان كله، احتمال كثير كبير نقتل البوس لو كان في معانا وقت. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقه لايك سبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنت، بنشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.